بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس؟ تنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. وأولا تنشكركم على الدعم ديالكم. يلا اليوم جيت معكم بغيت نصاوب واحد الوصفة سميتها شيبس تتفند في العسل. أولا عندي نص كيلو ديال الدقيق الرطب، وعندي قريصة ديال نتاعت الملحة، عندي كاس ديال الجنجلة ديال الكاوكاو محمر شوية ومطحون بالقشور ديالو، عندي خميرة ديال الحلوة حمراء، عندي فانيا، كنخلط هادشي نواشف، عندي معلقة ديال الخل كبيرة، عندي نص كاس ديال الزيت عادية تنفس بيه، عندي الزيت لي القالي، عندي العسل، عندي الماء زهر مخلوط بالماء هو باش كنعجن. يلا نبسو العجينة بعدا بهاد الزيت هي الأولى. ندير يديا باش نعرف القوام. كندير الزبدة، ما كايناش عندي دابا، درت الزيت، وعندي نشا نعتذر ما وريته لكم، عندي نشا باش كنورق. نشا لي التورق، ها هو النشا. هذه الزيت تنقطرها اللي بقات في الكاس، من الاحسن الا كانت بسو بالزبده كان خير، لان بالزبده تيجيو فتيين ومورقين بزاف. انا دابا ما تواجدت لي الزبده، تبسو مزيان حتى يدخل لي دم في الدقيق. عاد من بعد نزيدو الماء، الماء مخلوط بماء الزهر، والعجينة ما تكونش رطبة، تكون عادية شادة شوية. حيد هادشي شوية ضايقين، الماء على حساب الخليط، والماء بارد ماشي سخون، يتعرو بين. كندير اللوز، ساع اللوز ما لقيتوش وليت درت كاوكاو. يلا من بعد نجمع العجينة وندلكها شوية عادي تشوفوها كي جات. يلا البنات، من بعد ما طلقت الكرة الأولى نديرو عليها النشا مزيان، وطلقت كرة رقيقة مزيان، ومن بعد نروليوها. Thank you.
نقليوها مزيان. ترولها مزيان ونخليوها نتركوها حتى نطلق الكره الاخرى، نخليها على جنب حتى ندير الكره الاخرى. من بعد نطلق هاد الكره عادي تشوفوها ثاني كيف. يلا من بعد ما طلقت هاد الكرة الثانية درت فيها هاد الرولو الاخر اللي روليت في الاول، وديك الساعة نرولي عليه الاخر واحد فوق واحد. هي الا درت باللوز ولا بكوكو تجي غزالة. دابا غادي نخليوها هكا ونبدا نقطعو. يلا من بعد نقطعوها هذا بعدا ماضي، يكون الموس ماضي باش تقطعو. انا درتهم كبار ومن بعد دابا كندير كندير النشا و تنورق. كنورق و نحط سمح ليا نوضي قليل ليا يعني. يلا من بعد تنطلقوهم بحال ما هكا هانتوما. ملي كنرميها في المقلة تتكون هشيشة بزاف، سيسو معاها باش ما تفرتت. هانتوما هي شتي كي جات تجي مخرقة محلولة. يلا من بعد ما يتقلاو كلشي ان شاء الله غادي نوريهم لكم في التقليب.
يلا البنات من بعد ما طابو شي بسات قليتهم وطفيتهم في العسل، ها شكلهم كيجا، ها هما كيشهيو رائعين، شيبس بالكاوكاو. يلا ودرت لهم شويه جنجلان من الفوق، مع نسيت ما خليتش الكاوكاو باش نغبر عليهم، وليت درت جنجلان. يلا بالصحه والراحه الى اللقاء.